اهلا بكم من جديد مشاهدينا تحت عنوان خطوه قبل التوظيف. استضافت الرياض على مدى يومين معرض التوظيف النسائي الذي يهدف الى تمكين السيدات وتزويدهن بفرص العمل المثمره في السعوديه. تقرير يلقي الضوء. تحت شعار خطوة قبل التوظيف، أقامت شركة جلوورك في مدينة الرياض معرض التوظيف النسائي الأول برعاية وزير العمل الدكتور عادل الفقيه. يهدف الملتقى إلى دعم وتأهيل النساء الباحثات عن الوظائف وبالأخص طالبات السنة النهائية في الجامعات. أهداف الإيفنت we're seeking for many things. It's not يعني مو كارير يعني it's not career fair for Saudi females بس لا it's also يعني في عندنا we have too many sections. في section تصحيح السي في ريزومي للبنات عشان في عندنا issues لما إحنا في الركروتمنت تيم يجينا السي في مثلا تكون فيها غلطات الإيميل طويل تحط لنا نيكنيم بدل اسمها زي كذا تحصل أحداث زي كذا يعني فنبغى البنت تتفادى هذا الشيء وتكون more professional in her CV how to write her CV and resume we have booth for that وكمان زي ما حكيت لك على البوث اللي هو تمهيد so they can seek for what they like يعني من ال job they like يعني إن شاء الله. بدأت Glowwork كمبادرة فردية من الأستاذ خالد خضير الرئيس التنفيذي لها إلى أن أخذت بالنمو والتوسع وأصبحت الرائدة في مجال توظيف المرأة السعودية ودعمها. ومن جانب آخر كان الملتقى يدور حول قصص نجاح لرائدات في المملكة العربية السعودية وكيف تخطينا الصعاب إلى أن وصلنا إلى ما هن عليه، وأيضا قدم للمرأة السعودية أن تتعرف على ميزاتها ونقاط قوتها لتكون أفضل على المستوى المهني. نجح مشروع Glowwork في جذب أكثر من 160 شركة على مستوى المملكة وتوفير أكثر من 2200 فرصة عمل، بالإضافة إلى ابتكار يمكن المرأة السعودية من العمل عن بعد. هو صراحة أنا أشوف هذه Glowwork من أنجح الموفمنت اللي حتصير في الرياض السعودية، لأنه الآن most of the girls are educated and they are going towards education and مرة يهتمون في موضوع الeducation وhaving a career to go on with their lives. So بس بعض الناس يصيروا ضايعين، في ناس ما هو عارفين مثلا يتخرجوا ما هو عارفين their CVs وين يحطوها أو إيش الكمبانيز اللي هم تقبلهم أو وين هم حابين بالضبط. فGlowwork زي نقطة الوصل between هذول الكمبانيز between هذول البنات. ف it's a really good movement. لبرنامج سيرتي دانا دلقموني. إذا مشاهدينا حول المعرض أرحب مباشرة معي عبر الأقمار الإصطناعية من الرياض بشريك ومدير الموارد البشرية في Glowwork جمال منصور. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. مرحبا. أستاذ جمال أول حاجة أبغى أسألك عن يعني إيش الخطوة قبل التوظيف وهي عنوان المعرض؟ خطوة قبل التوظيف حنا عندما انطلقنا بالمشروع قبل تقريبا 18 شهر واجهنا هنالك بعض المعوقات من خلال المخرجات للجامعيات، عدم قدرتهم على الوصول إلى صاحب العمل والعكس صحيح. فبدأنا حنا طبعا المخرجات هذه الجيدة ممتازة متميزات من خلال المعدلات اللي يتخرجون فيها، بس المشكلة عشان وصولهم إلى صاحب العمل هنالك فجوات من خلال خبرتهم، كيفية التقديم، كيفية الدخول إلى المقابلة الشخصية، كيفية كتابة السيرة الذاتية، كيف الوصول إلى العميل، كيف ترك الأثر خلال المقابلات الشخصية. هذه الأمور كلها طبعا يعني وضعناه يعني الفكرة من خطوة قبل التوظيف أن نجمع هالمخرجات المميزة من خلال الجامعيات
تحت غرف يعني تحت سقف واحد وربطهم مع أصحاب القرار في الشركات هذه بحيث أن الاستماع وفتح باب من الحوارات معهم ويسمعون إيش اللي هم متوقع يعني اللي ما يعرفونه كيف طريقة اختيار هذه الشركات للمتميزات كيف أنهم يوصلون إلى يميزون بين المتميزة وغير المتميزة. نعم. فالفكرة بدأت من خلال لقاء وصاحبها طبعا معرض للتوظيف شاركت فيه أكبر الشركات. نعم الفكرة جميلة أستاذ جمال وفكرة كبيرة وعميقة يعني وأنا شفت حتى في حضور كان كبير في التقرير كان ظاهر لكن أبغى أسألك هل يومين كافية لتنفيذ هذه الأفكار أو الاستفادة منها على الأقل؟ طبعا هي كانت الفكرة هذه عامل مساعد لأن احنا هدفنا طبعا إيصال الجهتين مع بعض يوم بدأنا طبعا المشروع كان من خلال موقع التوظيف العديد من الخريجات ما يعرفون انه طريقه التقديم ليست عن طريق البحث عن طريق الجرائد او الصحف او عن طريق مثلا علاقات شخصيه مثلا واسطات او مواسطات لا الشركه القطاع الخاص ما ينظر في هذه الطريقه القطاع الخاص عشان يعني خاصه الشركات المتميزه والتي تستثمر طبعا في الموظفين طريقه بحثهم عن طريق مواقع التوظيف المتخصصه هنالك العديد من المواقع التوظيف بس اللي يميز طبعا Glowwork من خلال فكرة اللي انطلقت قبل سنة ونص أنا ومجموعة من الشباب خالد الخضير وخالد الصالح هو وضع قاعدة بيانات خاصة فقط للسيدات السعوديات أو للسيدات in general نعم. ومن خلالها يكون هنالك اشتراكات للشركات بحيث أن يعلنون عن الوظائف المخصصة للسيدات في قطاعاتهم هذا طبعا هذا الهدف بدأ مثل اللي يعني مجرد انطلاقتنا كنا خايفين أن الشركات ما يعلنون حتى عن وظائف بحكم أن لا يوجد قاعدة بيانات مع الانطلاق تفاجأنا أن ردة فعل الشركات كانت أقوى حتى من الباحثات عن العمل لأنهم فعلا أثبت أن هذه حاجتهم الفعلية لتعيين السيدات هذولا فمع انطلاقتنا كان هنالك 60 شركة مميزة أعلنت وظائف للسيدات بالرغم أن الموقع لا يتعدى يمكن مئات من السير الذاتية في ذاك الوقت الآن تعدت السير الذاتية في الموقع فوق 13,000 سيرة ذاتية وهنالك فوق 260-270 شركة معلنين وظائف للسيدات في كل التخصصات ممتاز يعطيكم العافية على هذه الجهود يعني وأنا عارف أن حتى المعرض انتهى بالأمس ما شاء الله وعلى طول كنتم معانا بس أبغى أسألك أستاذ جمال كمان إيش العقبات اللي واجهتكم في البداية خصوصا أن البرنامج يستهدف عمل المرأة السعودية اللي هو البعض يعني يشكك بأهميته حتى في المجتمع والله شوف أنا حنا بحكم القائمين على المشروع جميعهم سعوديين سواء شركة أو أنه حتى موظفات لأن القائمين العاملين الفعليين في المشروع هم نساء وكلهم حديثات تخرج وفي بعضهم حتى كواب ما زالوا تحت التدريب التعاوني من خلال الجامعات نعم المعوقات حنا ننظر لها أنها أرض خصبة بالعكس هذا نستهدفها المعوقات على أساس نجد حلول لها أعطيك مثال مثلا أن هنالك يعني الطبق أو السيجمنت أو الفئة اللي ممكن أن توفير عدد كبير جدا من الوظائف للسيدات هو الشركات الصغيرة والمتوسطة اجتمعنا مع الكثير من أصحاب تلك الشركات أو رؤساء الموارد البشرية في هذه الشركات جلسنا معهم عملنا فوكس جروب ليش ما تعينوا سيدات كان هنالك عوائق تمنعهم من خلال قوانين اللي وزارة العمل اللي هي تفصل بين النساء والرجال نعم. النساء طبعا لازم انه في شركات انه يكونوا في مكان مغلق يوفر لهم حارس خاص للمبنى مدخل خاص هذه طبعا الطلبات راح تكلف بشكل كبير على الشركات الصغيره والمتوسطه فبحكم ان معرفتنا في مجتمعنا على طول اتجهنا الى فكره انه تواصلنا مع شركه تقنيه وتحالفنا معها وطلعنا في منتج اللي هو عن طريق الكلاود كومبيوتينج بحيث أن ممكن أن تشجع المرأة بالعمل من المنزل نضع الكمبيوتر في منزل المرأة ونربطه مع أنظمة الشركة
وعن طريق الكلاودين كمبيوتنج ممكن ان البرفورمانس مانجر او مديرها الرئيسي يشوف تحركات حتى لو تحرك الماوس. بالحاله هذه وفرت لهم طبعا المكاتب يعني البيئه المناسبه بحكم انه هنالك العديد من النساء الخريجات اللي يكونون عاده في مش شرط يكونون في مدن رئيسيه في مدن اللي هو قرى او بعيده لا يوجد توفر للفرص الوظيفيه. بالحاله هذه وفرت قاعده كبيره للوظائف للنساء هذه بالاضافه الى ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه عشان يوصلون الشركه اذا كانت غير مؤهله ببان ثقيله عدم وجود دورات مناسبه لذوي الاحتياجات الخاصه ممكن انها تعمل من المنزل. فاللي يهم الشركات في هالحاله هذه هو اهم شيء اي الفكره انه بكل بساطه اهم شيء انه كم تكلفتها. تكلفتها لا تتجاوز قيمه بدل النقل اللي عاده ما يدفعونها للموظف. الاهم كيف طريقه المتابعه وهو ربطه عن طريقة تقنية ممكن أني أنا أتابعها من خلال وجودي في المكتب. بالعكس أشوف التقارير متى دخلت سوت لوجين لوج أوت أعرف ساعات العمل أعرف أنها حتى أحجب عنها بعض طيب. المواقع إذا ما كنت تدخل على مواقع يعني فيها كنترول كامل. نعم أستاذ جمال أنا يعني أخيرا بس عشان ضيق الوقت أعرف أنه حصلت على جائزة عالمية في مسابقة What's Working بس أبغى أسألك كمان إيش بخبرتك ومن معرفتك إيش المشاكل تواجه الخريجات الجمعيات اللي يدوروا على شغل في السعودية باختصار شديد إذا ممكن. طبعا ابدا بالجامعيات. الجامعيات هنالك واضح انه ما في تنسيق بين الدكاترة أو المواد اللي يأخذونها. بمعنى نعم. أعطيك كمثال الموارد البشرية بسبب أنه هذا تخصصي نعم. الموارد البشرية هنالك بعض الدكاترة اللي يختارون مواد معينة غير مرتبطة مع بعض فلما تخرج عندها الأساسيات بس كيف أنها تربط هالأمور هذه مع بعض ما هي متوفرة. ما عندهم تأهيل في كيفية طريقة التقديم وكيف أنها تكتب السيرة الذاتية كيف أنها تتجاوز الأخطاء أثناء المقابلة الشخصية أشياء كيف أنها ترتب نفسها للمقابلة الشخصية. فهذه الأمور اللي احنا قاعد على اجتهاداتنا أن نعمل ورش عمل مصاحبة لمشروعنا هذا تكاد تكون بالمجان على أساس نساعد اللي محتاجة أن تكتب مثلا سيرة ذاتية كيف نعم. تقدمين نفسك كيف تتركين أثر أثناء المقابلة الشخصية كيف تناقشين في الرواتب لو أنها تعرض رواتب. هذه الأمور اللي تساعدها في الحصول على هالوظيفة. هذه من النقطة الأولى إيش كانت بالنسبة ل هي بس كنت بسألك عن المشاكل اللي بتواجه الخريجات بشكل عام في الوظائف. هذه بصورة عامة هي المشاكل اللي ما تعرف كيف يعني كيف توصل إلى باب الشركة. نعم. حنا نعم. دورنا في المنظمة هذه دورنا حنا من خلال المعرض خطوة قبل التوظيف مشينا ضمن هالخطوات هذه نعم. بحيث أنها ممكن أنها تصل إلى هالشركة. المعرض طبعا ودي أنا أشكر طبعا كل اللي قاموا عليه طبعا من جهة منظمة أو يعني كشركة نبراس معنا الجميل فيها اللي قاموا كلهم سعوديين نعم. سواء جهات منظمة أو حتى الشركات اللي جو شركات طبعا لأنهم كانوا مستهدفين نعم. شريحة من الخريجات متميزات هنالك شركات جدا نعم. شركات مميزة وعلى حجم كبير من نعم شريك ومدير الموارد البشرية في جلوورك جمال منصور شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات ولهذه الأفكار وإن شاء الله فعلا يستفيدوا أكثر وأكثر البنات من هذه التجربة. عموما المشاهدين هذه كانت فقراتنا لليوم وصلنا للختام إلى اللقاء.